اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي، هدف رائع من مالكم، اسيست راسي رائع في اتجاه مالكم، يسدد تسديدة قوية ارضية زاحفة على يمين الحارس، لا تصد ولا ترد، الحارس لم يستطع أن يتصدى لها. لاعب رائع، صفقة رابحة لنادي الهلال السعودي، لاعب مالكم من الصفقات الواعدة لنادي الهلال في الدقيقة 24 من عمر اللقاء. الهدف الأول.